الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستقبلين الشرفاء. وبعد، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ومن قال لا ريب اي لا شك فهذا تقريب، والا فالريب فيه اضطراب وحركه، كما قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده، أي ضمن الاضطراب والحركة. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى، لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب، هذا القرآن، فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم: أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفرع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. طيب، هو هذا بإيجاز، هو أيضا ما زال شيخ الإسلام تيمية يعني يبين لنا اختلاف التنوع الذي وقع بين الصحابة في التفسير، وهو أكثر الاختلاف الذي وقع في التفسير، أكثره اختلاف تنوع على خلاف الفقهي أكثره خلاف، ليس بخلاف تنوع. الغرض المقصود هو أطال النفس جدا في هذا الباب، حتى أيضا يطمئن القارئ بأن الخلاف الذي يعني نقل عن الصحابة هو اختلاف تنوع، لأن اللغة تسع هذا الخلاف، وهذه أيضا فيها ميزة اللغة وفيها إعجاز القرآن كما سنبين. ضرب لذلك مثلا إجمالا حتى ننتهي، ضرب لذلك مثلا بقول على ذلك الكتاب لا ريب، فترى من الصحابة من يفسر لا ريب يعني
لا شك. هو يقول الحق أنك لو نظرت لو دققت النظر في لغة في معنى الريب ستجد إيش الاضطراب فيه معنى الاضطراب والتحريك، لذلك قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا ما مثل له بهذا الحديث الذي أتى به. الغرض المقصود بأنه يعني الريب فيه اضطراب، وبعضهم وقف عند هذا وقال الشك. نحن نقول الحق له معنيان، معنى قريب ومعنى أقرب، معنى قريب ومعنى أقرب. المعنى القريب هو الشك، والمعنى الأقرب الذي يحمل الاضطراب والتحرك السريع. فمن قال بأنه ذلك الكتاب، الكتاب هو كتاب الله جل في علاه، كلام الله جل في علاه، لا شك لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. وأيضا من قال بالتحرك أو بالاضطراب، يعني لا اضطراب فيه، طبعا هذه تحملها في قول الله جل في علاه ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهو يقول لا اضطراب، أيضا هذا تفسير تفسير صحيح، فهذا تفسير قريب وهذا تفسير تفسير إيش أقرب. فهم يعني الآن تتنوع العبارة عنهم والاختلاف عندهم في القريب والأقرب والمعنى يسع، وبذلك نقول هذا صحيح وهذا صحيح، وهذا من باب اختلاف التنوع. لأننا نقول هم يعني كما قلنا يفسرون بالقريب أو بالأقرب أو بطريقة التضمين أو بالأكثر أو الأوسع في مسألة اللغة. أيضا من قول الله تعالى أن تبصر نفس ليس لها من دون الله إلى آخر آيات، أن تبصر نفس بما كسب، أن تبصر نفس بما كسب، يفسرها بعضهم تبصر نفس يعني تحبس، وهو حقا يحبس بمعاصي يحبس. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن أهل التوحيد يخرجون من النار، قال إلا تحلت القسم، تحلت القسم أن رجع أقسم أنه لا يخرج من النار من كان مشركا، لا يخرج إلا من كان موحدا. إلا تحلت القسم إن لم أكن واهما، يعني حبسه، أو قال إلا من حبسه القرآن، آسف، قال في الحديث ما بقي إلا من حبسه القرآن خالدا مخلدا فيها المشرك، لأن رجع على قال إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأن تبصر نفس أن تحبس، هذا معنى صحيح، معنى صحيح. والأصح منه إيش؟ أن ترتهن، هي مرتهنة بعملها، يعني كل نفس مرتهنة بعملها. والحق بأن الحبس لازم للإيش؟ للرهن. الحق أيضا الحبس ملازم للرهن كما قال. فهنا أيضا تفسير بالقريب وتفسير بالأقرب، ويكون الأمر على اختلاف التنوع. أطال النفس جدا شيخ الإسلام تيمية، وأضرب المثل حتى في الكلالة وفي غير الكلالة، أطال النفس جدا ليبين لك كما قلنا ليطمئن قلبك بأن الخلاف أو أكثر الخلاف الذي وقع في التفسير بين الصحابة هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وله فوائد كثيرة جدا. أولها شمول التفسير لكل هذا، شمولية التفسير لكل هذا. إذن الحمد لله هذه الأقوال غير متضاربة، الأقوال هذه غير متضاربة، وهذه أيضا تسع المفتي أو تسع المفسر أو تسع العالم النحرير عندما يأتيه السائل يسأل فينظر في حاله فيجيب بهذه تارة ويجيب بهذه تارة ويجمع بين إجابتين تارة، وهذا إتقان، هذا إتقان من باب الإتقان. وأيضا فيها سعة أفق للمفسر وفيها ثراء عنده في هذا الباب، وأيضا تدل أيضا إن دلت تدل على سعة هذه اللغة. هذه اللغة هي أفضل اللغات على الإطلاق، بل هي حقا هذه اللغة هي أوسع اللغات وهذه اللغة هي أتقن اللغات. أنت لو نظرت اللغات يعني اللغة الإنجليزية فقيرة جدا، مع أنها هي أتقن اللغات بعد ذلك سامحنا يا مستر، لكن هي لغة فقيرة جدا. هذه اللغة فقيرة، 15 معنى في كلمة واحدة، صحيح ولا لا؟ أنت تتنوع الكلمات على اللغة العربية، لك أن تذهب وتجيء. أقول لك شاعر ألذغ في الراء لا يتكلم بكلمة فيها راء، ويأتي ويحوم حول الراء من الصباح إلى المساء، يعني ما إيش أتى بكم كلمة تغني عن كلمة فيها إيش فيها الراء. فسعة اللغة أيضا تدلك على سعة اللغة. وأيضا دلت على إعجاز القرآن، دلت أيضا على إعجاز القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء. وممكن أن نقول أيضا دلت على سعة الشريعة، سعة الشريعة فيها تحوي هذا، لأن هذه في كل واحدة منها قد تحمل معها حكما، صحيح ولا لا؟ قد تحمل حكما يكون معتبرا، فأيضا أدت على سعة الشريعة، وتدل أيضا على صلاح الشريعة لكل زمان ومكان، أنها لا تبقى في محل واحد أو في زمان واحد. وبعد ذلك أيضا يقول بعد ما ضرب مثل الجد والجدة، قال والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل وهو أوسع، وقال والاختلاف قد يكون لخفاء والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه،
وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون للاعتقاد المعارض لمعارض راجح. يعني المهم أنه بهذا يكون قد أدى أو أتى بأن الاختلاف قد يكون بسبب من الأسباب، وهذا إرهاصات مقدمات ليبين اختلاف التضاد. هو الآن كأنه سيمهد لك ليبين لك اختلاف التضاد، ولكن يقول إن الاختلاف ممكن اختلاف تنوع، بأنه يأتي بالنص والآخر يأتي باللغة، واللغة قد لا تخالف النص الذي جاء، لكن حقا الشرع يقدم على النص. يعني الصلاة لو فسرها أحدهم بالدعاء وفسرها الآخر بأنها الصلاة ذات الأركان والهيئات والسنن والهيئات، يقدم قول من قال بإيش؟ بالشرع. يعني هي تقدم على طول، تقدمها بالشرعية ثم اللغة ثم وقد العرف قد يقدم على اللغة أيضا، لأن العرف تقويد لإيش؟ اللغة أوسع فيقوده. الغرض المقصود هو أراد أن يبين أسباب الخلاف، وهذا قد بيانه باتساع ووسع البحث فيه في رسالة لطيفة ماتعة يلزم كل طالب علم أن إيش؟ أن يقرأها ليعرف قدر العلماء واحترام العلماء، ويعذر العلماء في الأخطاء التي يقع فيها، ويعلم أن العالم ليس معصوما وليس نبيا فضلا أن يكون ربا، فإن العالم هو بشر من البشر، له الزلات والسقطات والهنات، ولابد أن ينظر إليه بعينين، بعين الشرع وعين القدر، يخطئه فيما خالف فيه الشرع، وعين القدر يحترم قدره ويعرف يعني منزلته، وأيضا يقول الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى به غيري، يعرف أن الله قدر عليه ذلك ولابد أن يقع ما دام قد قدر الله عليه ذلك. وهذه المادة التي أعطت قوة لآدم أن تكون له الحجة على موسى، كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى. قال موسى أنت آدم، أنت أبونا، أنت خيبتنا وخيبت نفسك، أو قال خيبتنا آسف، قال خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال أنت موسى، أنت موسى بني إسرائيل الذي استفاك الله برسالات وخط لك التوراة بيده، تلومني على، يعني خلينا ناكل النور الأخرى التي أوقفتنا، تلومني على شيء قد قدره الله علي. وفي رواية أخرى سأله قال أرأيت أن الله قد قدر علي ذلك أو كتب علي ذلك، كتب علي ذلك قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم. فهنا مادة قدر، فأنت تقول قدر الله علي ولابد أن إيش؟ أن يقع، فتدعو له بالمغفرة والرحمة، وتظن أنه يدور بين أجر وبين أجر. فهنا وسع جدا الإمام ابن تيمية في رفع الملام على الأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف بين العلماء، كأنه يقول أولا حسن الظن بأن العلماء لا يتبعون الأهواء، وأن هؤلاء العلماء النبلاء إنما أرادوا إصابة الحق، فمنهم من اجتهد فبلغ باجتهاده إلى إصابة الحق، ومنهم من اجتهد فضعف اجتهاده فلم يستطع أن يصل إلى الحق، فله أجر على الاجتهاد، وأما الآخر فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة أنه أصاب الحق. لكنه عدد أسباب الاختلاف، قال خفاء الدليل، وخفاء الدليل هذا كثير، يعني قد يخفى الدليل، ولو تكلمنا عن المسائل الفقهية لن نسكت في هذا، أنا ليا بحث كامل اسمه أسباب اختلاف الفقهاء، نبين فيه أمثلة كثيرة جدا في خفاء الدليل. يعني أنت ابن أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه يتبنى بأن من قام جنبا وبزغ الفجر عليه وصام عليه أن يمسك وجوبا وعليه القضاء وجوبا، عليه القضاء وجوبا، يرى بذلك على أنه قد روى ذلك عن أسامة وعن غيره، ولم وخفي عليه الدليل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم جنبا فيغتسل فيصلي ويتم صومه، فيصلي ويتم صومه، لا هو لم يدر بذلك، خفي عليه هذا الدليل. لما خفي عليه هذا الدليل قال وأفتى بأن من قام جنبا وأراد الصوم يمسك وجوبا، لكن عليه إيش؟ عليه القضاء. وأيضا خفي على عثمان، خفي على أبي بن كعب رضوان الله عليهم بأن الرجل إذا جامع أهله وأكسل، يعني لم ينزل، أن يكون عليه الاغتسال، قال لا، عليه أن يتوضأ فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع فأكسل فليغسل ما أصابه منها وما عليه إلا الوضوء. وخفي عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما قالت عائشة إذا التقى الختنان وجب الغسل. فقد يخفى الدليل على الإنسان
وإذا خفي عليه الدليل فإنه يأتي بحكم يخالف الحكم الصحيح، لكن يكون الخلاف أيضا هنا هذا سبب من أسباب الاختلاف. من أسباب الاختلاف أيضا ويقول يخفى الدليل أو الذهول عنه. الذهول عنه ورد بقصة رائعة جدا في قصة عمر بن الخطاب في موت النبي صلى الله عليه وسلم. موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قام عمر وقال ما مات محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب إليه كما ذهب موسى. دخل أبو بكر بعد ما جاء من المكان الذي كان فيه من عوالي المدينة، جاء فقبل بين عينيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم قال دخل خرج على الناس وقال لعمر إليك عني، فعمر يقول إنه لم يمت، فقال إليك عني، قال لم يمت. ثم قام فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يأتي الشاهد هنا قال الله، فقرأ قول الله جل في علاه، قرأ قول الله جل في علاه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الناس فلن يضر الله شيئا. فسقط عمر مغشي عليه، قال والله لكأنني لم أقرأ هذه الآية، لم أسمع هذه الآية إلا بعدما قرأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكم من المحدثين الذين أفتوا بخلاف نعم عندما قرأها أبو بكر رضي الله عنه، وكم من المحدثين الذين قد يعني رووا أحاديث وذهلوا عنها بعد ذلك، يعني ناس أصابهم النسيان. وكنا في مجلس المصنف الآن في عبد الرزاق، أخونا الفاضل قد تكلم عن إيش، ذكرنا بالزهري بأن الزهري يعني بعد ما رأى هذا الحديث ذهل عنه وأفتى بمسألة الجلود، دباغ الجلود، قال أنها لا تؤثر، أنها مع أنه رأى الحديث ونساه ذهل عنه، يبقى خفي عليه. فإن خفي عليه فإن لا نأخذ إلا بالرواية، لا نأخذ بما رأى، غفل عنه، سهو غفل عنه. فلما ذهل عنه قلنا لا نأخذ بقوله، وكان سبب في الاختلاف. وأبو هريرة وإن كان هذا لا يصح لكن يصح تمثيلا، بأن أبو هريرة قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولهن بالتراب، وفي رواية قال عفرهن الثمنة بالتراب. وطبعا الأحناف يتمسكوا بأن أبو هريرة أفتى بأنه يجزئ ثلاث غسلات. طبعا هم يطبقوا القاعدة الأصولية عندهم، تقديم يعني تقديم ما رأى على ما يروي، تقديم ما رأى على ما، هذا خطأ مبين، وهذا الذي أضعف مذهب الأحناف. فنقول هو لم يثبت، بل ثبت العكس عن أبي هريرة أفتى بالسبع كما روى، وأما النقل عنه أنه أفتى بالثلاث هذا لم يثبت، لكن يصح تمثيلا. فلو فرضنا جدلا أنه حدث فنقول يبقى ذهل أبو هريرة عن إيش، عن الرواية، ذهل أبو هريرة عما روى. فلما ذهل عما روى خافي يعني تكلم أو أتى بحكم مخالف لحكم الرواية، فكانت هذه مخالفة. فهو يقول الآن وهذه سبب الاختلاف، قال خفاء الدليل أو الذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، يعني هو أصالة لم يسمع هذا الحديث، لم يأتي هذا الحديث، لم يعني يسمع هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في المعارضة القوية جدا التي عارض فيها أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، لما أراد في حرب الردة قال كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهم قد قالوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسبهم على الله، فقال قد قالوها. المهم أن أبا بكر لم يسمع وأن عمر لم يسمع، لكن أبا بكر تقدم على عمر بإيش، ها، لكن أبا بكر قد تقدم على عمر بالقياس، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، وبين له دلل له، قال إذا كانت الصلاة حق البدن يبقى إذن الزكاة حق إيه، حق المال، لأنه قال بحقها إلا بحقها. هو لم يسمع والثاني لم يسمع، هما سمع حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة قاصر عن الإيش، عن الحديث الآخر الأطول، وهو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسبهم على الله، هذا حديث أبو هريرة. حديث ابن عمر لم يسمعه أبو بكر لأنه حجة، هو كان يقسم المسألة، ولم يسمعه عمر بن الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أو قال حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وإيش وأموالهم. وهو لم يسمع أصلا الحديث، لذلك لجأ أبو هريرة، التجأ إلى إيش إلى القياس أبو بكر حتى يعني يدلل على ما يريد. وأيضا من ذلك عمر بن الخطاب لم يسمع في مسألة الجنين، لم يسمع في مسألة الجنين، لأنه هو يعني حكم بحكم غير الحكم الصحيح اللي هو في الجنين الغرة، حتى شاهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين الغرة، لأنه في الإملاص حكم بحكم اجتهادي، فقال كدنا نهلك، حتى جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقال بأن مسلم جعل في الإملاص الغرة في الجنين الغرة. وأيضا أبو بكر لم يسمع بأن مسلم أعطاها أعطى الجددة السدس، لأن المرأة جاءت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه جدة تسأل عن مراتها، فقال لم أرى أن الله جعل قد أعطاك شيئا في كتابه، ولا أعلم أن مسلم أعطاك شيئا في سنته. ثم شاهد عنده أيضا المغيرة بأن مسلم أعطى الجددة السدس، فقال به إذن لم يسمع الحديث، هو لم يسمع الحديث، لم يسمع الحديث. أيضا عائشة رضي الله عنها لم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكرته حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، لم تسمعه. ولما أخبروها عن عمر وهمت عمر في ذلك، قالت الحفظ خوان، كيف أنتم قول الله جعله ولا تزر وزيرة وزرة أخرى. فهنا يقول بأنه أيضا من الأسباب إما الذهول، أو قد يكون لعدم سماعه، قد يكون للغلط في فهم النص، قد يكون للغلط في فهم النص، وهذا كثير أيضا من بعض الصحابة، صحيح ولا لا؟ قد يكون كذلك، كما ورد في من علي بن حاتم. أولا عدي بن حاتم أخطأ غلط في مسألة فهم النص، قال الله جل في علاء فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود تحت الوسادة. أو الآن فهم النص فيه خطأ في فهم النص ونام جيد، يأكل ويشرب حتى يفرق بين العقالين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لإيه لعريض، حملوه بعضهم على المسبة وليس كذلك. يعني لو كان يعني النبي يقول افرض ان هذا الوساد عريض لانه سيغطي السماء، قال هذا ليل ونهار، هذا ليل ونهار في السماء. فلهذا للغلط في فهم النص. من ذلك ايضا عمار بن ياسر فهم قول الله جل في علاء فتيمموا صعيدا طيبا فتمرغ كما تمرغ الدب، معناه أصل الفهم كان صحيح، لكن في التطبيق كان الخطأ، وهذا غلط أيضا، غلط في فهم النص. ممكن يضرب مثل ذلك على الغلط في فهم النص أيضا، نعم هو بس هو فهم صحيح لكن السلام وجهه. ممتاز. من بقى نعيم بن مسعود ولا من ابن مزعون؟ وجلد عمر وكانت بينهم وحشة، لأنه لما أتى به شاربا الخمر أراد أن يجيله، قال علامة كيف تحرم ما أحل الله، قال له وكيف أحل الله في الكتاب، قال الله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، قال أنا اتقيت وإيش وأنا آمنت واتقيت وأحسنت. فشوف التأويل، لكن لم يرتضي بالتأويل عمر فجلده. وكانت الوحشة بينهما في الحج حتى رأى رؤيا، فذهب عمر فاستسمح ابن مضعون. عامة هذا أيضا غلط في فهم النص. نعم. لا ليس كذلك، قد يكون الاعتقاد وقد يكون الاعتقاد معارض راجح، يعني يعتقد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في 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 إذا التقى الختانان، أو قول ابن عمر في مسألة رافع بن خديج بأنه قال كان هذه صح مثلا أيضا في خفاء النص لم يسمعه، أن ابن عمر كان يكري الأرض بمال أو يكريها ببعض ما يخرج منها، فجاء رافع بن خديج فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إما أن إيش يهبها، إما أن يزرعها أو يزرعها، يعني يتركها لأخيه لكن لا يأخذ عليها الأجر. فابن عمر ما كان سمع ذلك، خفي عليه الحديث حتى أخذ بحديث رافع ابن خديج، لكن الكلام أنه يعتقد معارض، يعتقد بأن هناك ما يعارضه، كما ردت عائشة
قول ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل في علاه بأنه قال نور إني أرى، هي ردت ذلك وقالت كيف وقد قال النبي أو قد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والحق بأنه لا معارضة، هو رآه بعين قلبه لا بعين بصري، وهذا إن شاء يعني هذا فصلناه قبل ذلك في الكلام على العقيدة. قال فالمقصود هنا التعريف بجمل أو بجمل الأمر دون يعني بإجمال الأمر دون تفاصيل، بدون تفاصيل الأمر، يعني أنا أجمل لكم هذا الباب دون أن أفصل. فالإجمال كان ماتعا هنا لأنه كان إجمالا فيه إيجاز، فيه إيش؟ إعجاز. كان إجمالا فيه إيجاز فيه إعجاز، كأنه يقول فإن السلام قد أوتي جوامع الكلم فنأتسي به قدر ما نستطيع. وهذه بلاغة وفصاحة وتبحر وعلم وأيضا إتقان، لكن في النهاية أنه أوقفك وقوفا تاما غير منقوص بأن الاختلافات التي عنت عن الصحابة في مسائل التفسير أكثرها على التنوع لا على التضاد، يجعل شمولية التفسير في هذا الباب يجعلك في ثراء في هذا التفسير، وتستطيع أن كما قلنا أن تعدد الكلام على معنى الآية. وهذه إمتاع آخر، هذا إمتاع آخر بقراءة القرآن. لذلك حقا من تضلع في العلم التفسير هو أمتع الناس، وهو أيضا له الحظ والنصيب من قوله سلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأسامحونا بهذا، نكون قد انتهينا من هذا الباب، إن شاء الله في الغد نكمل ما علينا. نسأل الله تعالى أن ينفع بذلك.